بروكسل، هذه المدينة التي يحبها الكثيرون باعتبارها وجهة سياحية أوروبية مميزة، وتتمتع بروح خفيفة وهدوء. واستكمالاً لجمال المدينة، فتح القصر الملكي في بلجيكا أبواب البيوت الزجاجية الملكية أمام الزوار، والتي تستقبل كل ربيع 100,000 زائر، فهي تضم آلاف الأنواع النباتية الفريدة، وذلك للربط بين النباتات والهندسة المعمارية. نحن نستقبل كل عام أكثر من 100,000 زائر قدموا من عدة مناطق للإعجاب بالبيوت الزجاجية في رويال لاكن ستيت. أعتقد أنه حقا اكتشاف وفرصة فريدة من نوعها أثناء دخولك هذا المكان السحري. تعد تلك البيوت واحدة من أبرز المجمعات النباتية في أوروبا، وتضم آلاف الأنواع من النباتات شبه الاستوائية التي تتطلب نظام تدفئة لضمان درجة حرارة تتراوح بين 10 درجات و12 درجة مئوية، وتقدم جولات مثيرة لاهتمام الزوار، حيث يعود تاريخ هذه البيوت الزجاجية التي بنيت حول قصر لاكن إلى عهد ليبوليد الثاني. لدينا مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات، فهي ليست فريدة من نوعها بالضرورة لدرجة أنك لن تراها في مكان آخر، ولكن المهم هو هذا الارتباط بين أنواع النباتات والهندسة المعمارية، فتشاهد تلك الزهور في هياكل صغيرة بأشكال متنوعة. فكرة هذه البيوت الزجاجية انطلقت عندما بدأ المهندس المعماري ألفونس بالافي عام 1874 أعمال حديقة الشتاء، وهي الغرفة المركزية بمساحة 34 مترا لإيواء أكبر أشجار النخيل. واستغرق بناء هذا المجمع النباتي الذي يمكنه استيعاب المجموعة الملكية الكاملة للنبات 20 عاماً.